خلينا نرجع ورا شوية وبدايتك، وانت بدايتك كانت من المنصورة، وعايزة اعرف مين كان صاحب الدور الاكبر ومين اللي وقف جنبك وشجعك ان دي قصة مؤثرة قوي. والدي طبعا بجد، والدي ووالدتي طبعا واخواتي وجدي وجدتي الله يرحمهم وخلاني، يعني اهلي كله عامة هم اللي لهم الفضل كله بعد ربنا في السبب اللي انا فيه ده. وانا ابتديت كورة بالمناسبة في الاول، بس الموضوع دخل تنس طاولة، كله كان نصيب وكده. يعني كان عندي في البيت كل ما كنت برجع على طول بتعور والكلام ده. وزي ما بقول لك موضوع الترابيزه او الترابيزات اللي في الشارع هي دي اللي طلعتني، عشان كده بقول لك الموضوع ده مهم جدا اللي هو يرجع تاني. ونصيب، وابتدى بعد كده ماما بقى اللي هي توديني بعد كده نادي المنصوره بقى ميكروباص، وعارفه انت الحاجات اللي في الاول دي تعبت معاه جدا طبعا. انا عايزاك تحكي التفاصيل دي لان التفاصيل دي مهمه لو في حد بيتفرج ولسه بادئ وحاسس انه مستحيل يوصل. لا مفيش حاجه مستحيله، واولياء الامور دلوقتي لهم دور كبير جدا مع اولادهم. اتمنى ان هم على طول يساندوهم ويساعدوهم. زي ما بقول لك انا لقيت الدور ده على طول من بابا ومن اخواتي ومن ماما، ربنا يديهم الصحه بس اهم حاجه. وبابا تعبان بموضوع الميه ده، فانا عايزك تشربوا ميه كتير. الف سلامه عليك، فربنا يشفيه كده ويعافيه ان شاء الله. اللهم امين. في حد من اخواتك ليه في الرياضه ولا انت بس؟ لا يعني اخواتي كلهم كانوا مهتمين جدا بالدراسه. اخويا خريج هندسه والتاني خريج تربيه، فانا الوحيد اللي زي ما بقول لك طلعت يعني نصيب من عند ربنا. يعني ده الفيديو ده معانا ده وانا بتمرن مع كابتن محمد صبري، كان مدربنا في النادي الاهلي. يعني انت وقتك يا كابتن كده كله اليوم تقريبا كله بيبقى ماشي ازاي؟ تنس طاوله بتمرن 4 ساعات. انا بقى عشان متفرغ ما عنديش شغل الصبح، بتمرن كل يوم من 7 لـ9 بالليل ما عدا الجمعه، وبتمرن ساعتين الصبح لحد 3 خميس من 11 لواحده. ولما بسافر نفس الكلام، اوروبا في اسبانيا نفس الكلام. يعني اوكي، انت عارف ان انا عمري ما يعني ما استلمت كوره. يعني انت لازم تلعبي لازم تجربي، هي كلها سرعه محتاجه حد سريع طبعا. وانا عمري ما استلمت كوره صاحبه، كل اصحابي بيعرفوا يلعبوها. لازم تلعبي، عندنا البنات في مصر مميزين جدا، يعني كلهم مش عايز اقول اسماء كتير عشان ما فيش حد يزعل، بس عندنا يعني دينا مشرف وهنا جوده وناس كتير جدا يعني. ده حقيقي، ده حقيقي. مشوارك اتفضلي يا استاذ. عايزه اقول على حاجه مهمه بجد النقله من المنصوره للقاهره للنادي الاهلي، احكي لي عن ده. اكيد في النص كانت في حته كده كنت متنح فيها كده، طبعا ايه اللي حصل؟ كانت ده صعبه جدا. وشفت كابتن سيد لاشين وهو هنا كان بيحكي لكم اللي انا قعدت سنه ما بتكلمش كنت الاول صغير لوحدي مش بيطلع بالظبط، كنت مكسوف شويه. طبعا نقله صعبه جدا، اللي انا كنت على طول وانا صغير ماما على طول وبابا واخواتي كانوا معايا، فلما اتنقل نقله وانا صغير 2004 اللي انا اجي لوحدي مش 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 صعب مش سهله، مش سهلة بس قدرت الحمد لله انا اتاقلم وكده والحمد لله. يعني مش فاكر حاجه معينه كده حصلت، مواقف لما جيت من المنصوره للقاهره، لما جيت النادي الاهلي في الاول موقف معين كده وقفت قدامه اللي هو شويه كانت صعبه شويه عليا من نادي المنصوره للنادي الاهلي. كانت الدخله الاولى كانت في رهبه شويه وخوف وقلق، ده طبيعي. كنت قاعد في الشقه مع سيد وانا صغير على طول، بصراحه كان بيساعدني جدا في حاجات بره تنس الطاوله، كمان وقف جنبي كتير، فالحاجات دي طبعا مستحيل انساها سواء كنت في البيت معاه او في النادي. يعني هم دول الحاجات اللي انا ممكن اكون دلوقتي فاكرها بتفاصيل مستحيل انساها. ومستحيل انسى كمان زي ما بقول لك سيد، لما كابتن سيد لما وقف جنبي، دكتور علاء مشرف ليه فضل كبير عليا جدا برضو لما جيت النادي الاهلي او الكلام ده، كابتن امجد سليمان من نادي المنصوره للنادي الاهلي. فالثلاثه دول بالتحديد يعني، وطبعا ناس كتير جدا لهم فضل كبير عليا طبعا، بس اسماء كتير، بس الثلاثه دول بالتحديد يعني عمري ما انساهم عشان لهم فضل كبير عليا جدا في تنس طاوله وبره تنس طاوله. يعني مشوارك مع الاهلي خدت 13 دوري من اصل 17. ما شاء الله، شايف المشوار ده ازاي وايه الاصعب فيهم؟ ايه البطوله الاصعب فيهم؟ البطوله الاصعب فيهم سنه 2009، عشان احنا كنا من 2004 بنخسر، هم دول الاربع بطولات دي اللي بقول لك. دكتور علاء مشرف كان ساعتها كان كابتن اشرف صبحي وكابتن عمرو رضا كانوا ابتدوا يبقى في اواخرهم، ابتدى هو يزقنا انا وعمر عصر، وابتدينا الحمد لله من 2009 لحد دلوقتي ما بنخسرش. فاول بطوله هي اللي بتبقى اصعب بطوله، واخر بطوله اللي نادي الزمالك جاب محترف. اوكي، فهم دول اصعب بطولتين دوري لعبناهم يعني.
شايف مشوارك ده ازاي؟ يعني ما شاء الله برضو بطولات حلوه يعني. طبعا الحمد لله. يعني بتبص عليه دلوقتي 13 ده ما شاء الله يا أكيد. محمد الحمد لله طبعا. لا اكيد لما بفتكر الحاجات دي ببقى شرف واكيد ببقى فخور، بس ما بحبش اقف كتير عشان اللي جاي. ما بحبش اقف كتير واتغر يعني بالظبط عشان اللي جاي والله، عشان لو فضلت افتكر الحاجات دي ممكن غصب يعني عني غصب عني شويه اقف شويه واكسل او الكلام ده، لا برمي ورا ظهري ان شاء الله عشان اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن. جدع، عارف اللي انت بتقوله ده يعني يمكن بره بيقولوا عليه يو هاف تو ستي هانجري، انت لازم تبقى انت جعان تفضل عشان جعان عشان تقدر تنجح. برافو عليك يا محمد.